أهدافا قرب 10 مدن منها الموصل والرمادي والفلوجة، مشيرا إلى أن تلك الضربات أصابت 7 وحدات للمسلحين. أعلن الجيش التركي أن طائرات حربية قامت أمس بتدمير 98 هدفا لمسلحي حزب العمال الكردستاني في 9 ضربات جوية في تركيا وشمال العراق. تعد هذه الضربات ضمن هجمات منتظمة تنفذها القوات التركية على معسكرات حزب العمال الكردستاني وأهداف مرتبطة به في قرب الحدود التركية منذ انهيار وقف إطلاق النار مع الحزب في يوليو من العام الماضي. أنباؤنا تتوالى معكم، ومنها بعد أخبار الاقتصاد التي نتابعها بعد قليل. نيجيريا تستضيف قمة دولية للأمن تبحث تنسيق في مواجهة تهديدات جماعة بوكو حرام. الرئيس السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء مشروعات إنتاج الطاقة ومحطة الضبعة النووية. المؤتمر الدولي لتطوير المؤسسات الدينية يواصل أعماله في أسوان، ووزير الأوقاف يشدد على ضرورة مواجهة الإسلاموفوبيا. شكري وكاري يبحثان في واشنطن العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. ونتحول في بانوراما النيل لمتابعة أخبار المال والأعمال مباشرة إلى زميل شهاب شعلان. أهلا بك شهاب. أهلا أحمد. أهلا مي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل: وزارة الزراعة تعلن استلام نحو 2.5 مليون طن من القمح المحلي. أعلنت وزارة الزراعة استلام 2.47 مليون طن من القمح المحلي، وأشارت الوزارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع بشكل يومي مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات عمليات التوريد أولا بأول للوقوف على طبيعة المشاكل التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد للعمل على حلها بشكل فوري وسريع، فضلا عن كشف أي تجاوزات قد تحدث خلال عملية التوريد وتضر بالدعم المقدم للفلاح. أكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 1454 سفينة بحمولات بلغت 80.495 مليون طن خلال شهر مارس الماضي، وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع أعداد السفن العابرة بنسبة 21% وانخفاض في الحمولات المنقولة بلغت نسبته 2.5% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي. وأوضحت الإحصائيات الملاحية تصدر سفن الحاويات قائمة عملاء قناة السويس خلال الشهر المذكور. أكدت مصادر أن لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ستعقد اجتماعا منتصف الأسبوع. تناقش اللجنة خلال الاجتماع الموجة 3 من عمليات إزالة التعديات على أراضي الدولة بعد أن تمت مراجعة الحالات كافة من الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية. وأكد محلب أن الاجتماع سيناقش أيضا الشكل النهائي لآليات التصالح بعد أن تلقت اللجنة بالفعل عددا من طلبات التصالح التي تقدم بها عدد من المواطنين.
خفضت وكالة مودز للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف كل من السعودية والبحرين وعمان بسبب انخفاض أسعار النفط، وخفضت مودز تصنيف السعودية من A1 إلى AA3 مشيرة إلى أن النمو الضعيف المرفق بمعدل اقتراض مرتفع وقلة الحوافز الداخلية تعرض السعودية لتقلبات حادة، لكن مودز حافظت على نظرتها المستقرة للسعودية خاصة بعد خطط الرياض لتنويع اقتصادها. وخفضت الوكالة أيضا تصنيف البحرين من BA1 إلى BA2 مع نظرة سلبية، كما خفضت تصنيف سلطنة عمان من A3 إلى BAA1 مع نظرة مستقرة. أقرت الحكومة الائتلافية في ألمانيا اتفاقا يقضي بوضع القانون الأول من نوعه لدمج الأجانب في سوق العمل تمهيدا لإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه. وأوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن من شأن القانون التفريق بين اللاجئين الذين لديهم فرص مستقبلية جيدة للبقاء في ألمانيا والذين لا يملكون فرصا مماثلة. يأتي هذا بينما وافق البرلمان الألماني على إدراج تونس والمغرب والجزائر على لائحة الدول الآمنة، وذلك في محاولة للحد من فرص مواطني تلك الدول من الحصول على اللجوء. حذرت منظمة الأغذية والزراعة FAO التابعة للأمم المتحدة من أن النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدمر الأمن الغذائي في المنطقة. وقال عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد للمنظمة وممثلها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قال إن وضع الأمن الغذائي في المنطقة يتدهور، مشيرا إلى أن عدد من يعانون المجاعة ازداد من 16 مليونا في عام 1990 إلى 33 مليون شخص. قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تمديد حالة الطوارئ الاقتصادية لمدة 60 يوما، وتسعى الحكومة إلى تجنب اتخاذ البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة خطوات لفرض تخفيضات في البرامج الاجتماعية بسبب انهيار إيرادات البلاد من النفط. وتجيز حالة الطوارئ الاقتصادية للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات القطاع الخاص لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين. قالت الحكومة البرازيلية المؤقتة إنها تخطط لخفض جذري في الإنفاق العام مع تفادي التأثير على البرامج الاجتماعية. وأشار وزير الاقتصاد هنريك ميرليس إلى أن حكومته تعتزم تقليل الإنفاق واستهداف الثغرات الضريبية ومراجعة العقود العامة بدقة، مرجحا إمكانية فرض ضرائب جديدة. إلى هنا مشاهدينا انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن البانوراما ما زالت مستمرة مع مي وأحمد. شكرا جزيلا لك شهاب، ومشاهدينا نستكمل معكم بقية أنبائنا. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والذي يقع مقره في طبرق، وذلك لعرقلته التقدم السياسي في ليبيا. وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة مفادها بأن الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا. يأتي هذا التحرك بعد قرار مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي ضد صالح في إبريل الماضي. اتفقت السلطات الحدودية الليبية مع نظيرتها التونسية على إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين بعد أسبوعين على إغلاقه. وأكد المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة لمدينة زوارة الليبية أنه تم تسوية الخلاف حول التنقل التجاري بين البلدين، حيث سيستأنف نقل البضائع في منتصف الأسبوع المقبل، منوها إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه. كانت سلطات الأمن الليبية بمنفذ رأس جدير قد أغلقت المعبر من جانب واحد منذ أسبوعين بدعوى عدم تأمين المسافرين الليبيين وتعرضهم للاعتداء من قبل سكان بلدة بن قردان التونسية.
تستضيف نيجيريا اليوم القمة الدولية حول الأمن لمواجهة تهديدات جماعة بوكو حرام المتطرفة، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وأنتوني بلينكن مساعد وزير الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند. تناقش القمة الانعكاسات على الصعيد الإنساني لتمرد بوكو حرام الذي أودى بحياة أكثر من 20,000 شخص منذ العام 2009. سعيا وراء كسب دعم دولي لإنهاء تمرد جماعة بوكو حرام، تستضيف نيجيريا في مدينة أبوجا قمة دولية حول الأمن، ومن كبار المدعوين إلى القمة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وكذلك أنتوني بلينكن مساعد وزير الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند. كما يشارك في القمة رؤساء الدول المجاورة لنيجيريا وهم بنين والكاميرون وتشاد والنيجر، إلى جانب وفدي الاتحاد الأوروبي والمجموعتين الاقتصاديتين لغرب وسط إفريقيا. وبعد عامين على قمة أولى عقدت في باريس، تركز المحادثات هذه المرة على نجاح العمليات العسكرية الجارية ضد بوكو حرام وتسوية الأزمة الإنسانية بسرعة. وكان الرئيس النيجيري محمد بوخاري شجع على نشر قوة متعددة الجنسيات كان يفترض أن تنشر في يوليو الماضي، وتشكل هذه القوة التي ستضم 8,500 رجل من نيجيريا والدول المجاورة محور مناقشات القمة. وقد أنشئت هذه القوة لكنها تحتاج إلى تنسيق أفضل في ظل انكفاء بوكو حرام إلى حدود الكاميرون والنيجر ومحيط بحيرة تشاد. كما تتناول القمة الانعكاسات على الصعيد الإنساني لهذا النزاع والذي أودى بحياة أكثر من 20,000 شخص منذ عام 2009 وأجبر أكثر من 2.5 مليون شخص على النزوح من بيوتهم. ومنذ وصول محمد بوخاري إلى الرئاسة في نيجيريا قبل عام، ضعف الجيش انتصاراته العسكرية ضد بوكو حرام، ما دفعه إلى الإعلان أن هذه الجماعة هزمت تقنيا. لكن العمليات الانتحارية لم تتوقف، وما زالت غابة سمبيزا التي تقع في شمال شرق نيجيريا معقلا للمتمردين. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه الفترة الإخبارية، بعد قليل تتابعون أخبار الرياضة وأيضا متابعة المزيد من الأنباء، ومنها أكبر معمرة في القارة الأوروبية إيما مورانو الإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 115 عاما. الإيطالية إيما مورانو بلغت من العمر 115 عاما وبضعة أشهر لتصبح إحدى أطول النساء عمرا في العالم وأكبر معمرة في أوروبا قاطبة. ولدت إيما مورانو في 29 من شهر نوفمبر عام 1899. اكتسبت شهرة عالمية لطول عمرها، يزورها الصحفيون في مختلف أنحاء العالم في شقتها المتواضعة في فربانيا شمال إيطاليا لإجراء لقاءات معها. ختاما نذكر بأهم ما جاء بهذه الفترة الإخبارية من عناوين للأخبار. الرئيس السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء مشروعات إنتاج الطاقة ومحطة الضبع النووية. المؤتمر الدولي لتطوير المؤسسات الدينية يبدأ أعماله في أسوان، ووزير الأوقاف يشدد على ضرورة مواجهة الإسلاموفوبيا. شكري وكيري يبحثان في واشنطن العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. نهاية النشرة، أشكركم مشاهدينا وإلى اللقاء.